طيب، بما أنك تحدثت معالي السفير عن أهمية هذه الفرصة التي ذكرتها الخاصة بهذا المؤتمر وأنه فرصة ممتازة إن لم تكن الفرصة الأخيرة، كيف ترى استعداد أو جدية بعض الأطراف المشاركة للتوصل إلى حل حقيقي هذه المرة؟ وطبعا حضرتك الحل الحقيقي دائما يعني ممكن قوي ان احنا نفكر فيه كقوة خارجية، ولكن الحل الحقيقي وتنفيذه على الارض ده مرتبط برضه بالمؤسسات الليبية والقيادات الليبية اللي موجودة. طبعا ما نقدرش ندعي ان هناك وحدة فكر للقيادات الليبية على الارض في المرحلة الحالية، ما نقدرش نقول هذا، لان برضه في انتخابات رئاسية بعد كده قادمة هناك في ليبيا، وفي تنافس على موضوع الرئاسة، وبالتالي أنا بشوف إنه الخطوة الأولى في يعني تطبيق أي حل هيطلع أو أي نتيجة هتظهر من مؤتمر باريس يجب أن تبدأ بفكرة توحيد المفاهيم والرؤى بالنسبة للقيادات الليبية اللي موجودة داخل ليبيا. هذا أمر مهم جدا، والنظر بتجرد إلى مصلحة الدولة الليبية ومصلحة الشعب الليبي والابتعاد تماما عن فكرة يعني المصالح الشخصية والسعي وراء يعني التنافس حول مناصب رئاسية وخلافه. فهو أهم حاجة المؤسسات الليبية والقادة في ليبيا يكون لهم رؤية واضحة وعزم أكيد على الاستفادة من هذا المؤتمر وتطبيق ما سيخرج عنه. طيب معالي السفير، اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس السيسي في الأيام السابقة للتنسيق والتشاور بشأن هذا المؤتمر في الحقيقة ليست هذه المرة الأولى، قبل مؤتمر السودان أيضا كان هناك مثل هذه الاتصالات من قبل الرئيس الفرنسي تجاه الرئيس المصري للتفاهم وللتنسيق لمخرجات هذا أو للتحضير لهذا المؤتمر. كيف تقرأ هذه الخطوة؟ هل تعتبر مؤشر على شيء ما؟ لا، هو حضرتك يعني العالم كله الان بشكل خاص طبعا القوى الاوروبيه والغربيه بتنظر الى المقاربات المصريه في مشاكل المنطقه بشكل فيه قدر كبير من التقدير والاحترام، وحتى الحرص على يعني متابعه تطورات هذه المقاربات المصريه سواء كانت في السودان او في ليبيا، لان ده العالم كله يدرك تماما ان هذه الموضوعات هي موضوعات خاصه بالامن القومي مصري، ومصر لها مصلحة أكيدة في مراقبة و يعني محاولة الوصول إلى حلول سلمية في هذه الدول. من هنا كانت الاتصال ما بين السيد الرئيس والرئيس الفرنسي، أعتقد أنه كان أمر مهم جدا، لأنه على الأقل عندما يعني يجتمع القادة في باريس أعتقد أنه وحدة المفاهيم ما بين مصر وفرنسا هتكون لها تأثير كبير على توجيه مسار المخرجات الخاصة بالمؤتمر، وده أمر يعني في غاية الأهمية. وحصل برضو قبل كده حضرتك تذكري أن المستشارة الألمانية ميركل قبل مؤتمر برلين 1 و2 كانت على تواصل مع السيد الرئيس في هذا الشأن. فبالتالي الرؤية المصرية هي بتبقى رؤية نابعة من إحساس كبير جدا بحجم المشكلة اللي موجودة سواء كانت في ليبيا أو في السودان، ومن هنا وجهة النظر المصرية دائما بيبقى لها قدر من الاعتبار والتبني في أي اتصال أو في أي جلسات دولية لمحاولة حل هذه المشاكل. طيب معالي الوزير، من خبرتك في المجال الدبلوماسي، كيف ترى أعمدة الدبلوماسية المصرية في تحقيق ربما التوازن في التعامل مع مختلف الأطراف المعنيين في المعادلة الليبية؟ يعني هو انا اقدر ادعي مصر بتتمتع بعلاقات يعني قويه وراسخه مع كل الدول الفاعله في الازمه الليبيه، بالاضافه طبعا الى المؤسسات السياسيه الليبيه اللي موجوده سواء كانت في الشرق او في الغرب. مصر على مسافه واحده من هذه المؤسسات الموجوده في الاراضي الليبيه، وايضا بتملك علاقات يعني راسخه مع كل الاطراف مع كل الدول اللي تكون موجوده تقريبا في هذا المؤتمر. في مؤتمر باريس مصر تستطيع يعني انها تقول ان هي تملك علاقه قويه بها، يمكن دوله واحده هي لها يعني، وهذه الدوله الواحده عشان برضه حضرتك تبقى واضحه
هي بتخرج عن فلك المجتمع الدولي كله باساس فيها قدر كبير من الخروج عن الاجماع الدولي وعن التوافق الدولي وعلى حتى عن التوافق الاقليمي كمان. وبالتالي انا بشوف ان السياسه المصريه او الدبلوماسيه المصريه استطاعت ان هي ترسم يعني قواعد قويه جدا للعلاقات. اخيرا كان في الحوار الاستراتيجي في الولايات المتحده، وده في حد ذاته انا بعتبره قفزه في العلاقه المصريه الامريكيه. ايضا علاقتنا بفرنسا وبأسبانيا بإيطاليا، كل الدول المعنيه بالازمه ليبيا، اعتقد ان احنا بنملك مقومات التاثير في سياسات هذه الدول، وفي نفس الوقت انا بنحظى بتقدير كبير لمقاربتنا بالنسبه للازمه الليبيه. طيب أيضا معالي السفير، هناك شق هام في هذه الزيارة وهو العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية. بالطبع ستتم مباحثة ثنائية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكما أن الرئيس السيسي أيضا ينتوي عقد عدد من اللقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية لمناقشة بعض النقاط الخاصة بالتعاون الاقتصادي. برأيك ما أهمية هذه اللقاءات في هذا التوقيت، خاصة وأنه عادة كان الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما يعقد مثل هذه اللقاءات على هامش بعض المؤتمرات السابقة كانت تسفر عن بروتوكولات تعاون، كانت تسفر عن زيادة استثمارات مع كبرى الشركات؟ ده صحيح، هو حضرتك يعني يمكن نقدر نتفق على أنه ده النهج خاص بالسيد الرئيس عندما يذهب الى مؤتمرات دوليه، ما تبقاش يعني زياره ثنائيه فقط، لا تكون في تجمع دولي. حضرتك هتلاحظي انه سيادته بيمشي في ثلاث محاور اساسيه في هذه الزياره. اول حاجه الملتقى الدولي ذهب اليه وقدم فيه طبعا وجهه نظر المصريه. ثاني حاجه العلاقه الثنائيه مع الدوله التي تستضيف يعني هذا المؤتمر، وثالث حاجة المقابلات الثنائية مع الأعضاء والقادة اللي هيكونوا موجودين في هذا المؤتمر. فده نهج أساسي للدبلوماسية الرئاسية، حضرتك هتلاحظي إن هو بيطبق في كل يعني اللقاءات اللي هي لها صفة دولية أو فيها يعني أكثر من طرف. لكن طبعاً حضرتك يمكن لمست نقطة مهمة جداً وهي العلاقة المصرية الفرنسية وبالذات في الإطار الاقتصادي. أنا بشوف إنه ده دائما برضه السيد الرئيس بيحرص على اللقاء مع رؤساء الشركات اللي بتعمل في مصر، وإحنا لسه أفتكر موقعين خط مترو الأوساط مع إحدى كبريات الشركات الفرنسية. ده غير طبعا الموضوعات الأخرى الخاصة بالتسليح في مصر وغيرها من العلاقة الاقتصادية القوية اللي بتنعم بها العلاقة المصرية الفرنسية. فحضرتك هتلاحظي انه الجدول السيد الرئيس هيغطي الثلاث مراحل اللي انا قلت عليهم او الثلاث محاور اللي انا قلت عليهم، وفي نفس الوقت بتبقى فرصه جيده طبعا للقاءات الثنائيه، لان ده تواجد زعماء او قاده من دول اخرى ده بتبقى دائما فرصه جيده للتشاور مع القياده المصريه. طيب هذا فيما يتعلق بالعلاقات مع فرنسا. معالي السفير اسالك سؤال اخير خاص بالعلاقات المصريه الاوروبيه، كيف تقيم تطور هذه العلاقات في الفترة السابقة؟ وإذا ما اتفقت مع الرأي القائل أن هذه العلاقات شهدت طفرة في الفترة السابقة، كيف كانت الخطوات المصرية التي أدت إلى هذه الطفرة؟ برضو حضرتك أشكرك على هذا السؤال، لأنه حضرتك هتلاحظي أن الاستراتيجية المصرية في التعامل مع الاتحاد الأوروبي برضو بتاخد ثلاث يعني محاور أساسية. أول حاجة التعامل مع الاتحاد الأوروبي ككتلة سياسية واقتصادية ككتلة واحدة. ثاني حاجة طبعاً تقوية العلاقة مع كل دولة بشكل ثنائي، ما نقدرش نقول إن احنا علاقتنا بفرنسا أو باليونان أو بالألمانيا أو قبرص كلها في الحقيقة علاقات تعتبر متميزة جداً وعميقة جداً. والمستوى الثالث أو المحور الثالث هو التجمعات اللي داخل الاتحاد الأوروبي. حضرتك هتلاحظي برضو انه السيد الرئيس حرص على ان هو يحضر قمه فيشغراد اللي هي بتضم اربع دول مما كان يطلق عليهم زمان شرق اوروبا. فده المحاور الثلاثه ديت في التعامل مع الاتحاد الاوروبي من شانها انها تعزز علاقه مصر بالاتحاد الاوروبي على مستويات مختلفه وفي
يعني في محاور ثلاثة زي ما أنا قلت، وده في حد ذاته بيضمن استقرار العلاقة ما بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي بشكل يضمن استمرار التعاون واستمرار يعني تدفق التجارة والاستثمارات وكل الموضوعات الخاصة بالاقتصاد بالنسبة للتنمية في مصر. إذن معالي السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وعلى كل ما تفضلت به من تحليلات.